تربية ابنك مش في رقي لباسه بل في اللي غرست في راسه. كم من ابن يتيم ذو خلق عظيم، وكم من ابن لعائلة رفيعة أخلاقه وضيعة. التربية مش في حسن اللباس، التربية كيف تصنع ابنا يحترم كل الناس. الناس للناس ما دام الوفا فيهم، واكرم الناس رجل تقضى على يده للناس حاجة، لا تقطع يد المعروف إن كنت قادر. فأحب الناس عند الله أنفعهم للناس. لا تسأل الناس حاجة لو كنت موجوع، تصبر تراك لا سألت لبست عقب العز ثوب المذلة. أصلا كيف تهنى نفسك تمد يدك لمخلوق؟ ما سألت الله لا تسأل الناس حاجة. نمشي مع الدنيا ولا نعلم الغيب، ولا يعلمون الناس مثقال ذرة. يلا ثبتنا على الحق والطيب، ويا رب جنبنا دروب المضرة. شخص يخاف من الحسد وفعلا بعد فترة أصبح محسود، وآخرين يخافون على ولدهم يصيبه مكروه وفعلا بعد فترة صابه مكروه. السر أنهم آمنوا بضرر الإنسان أكثر من حفظ الرحمن. فلا تبالغوا في الأمور، ظنوا بالله خير وراح تحصلون خير. لسنا مجبرين على تبرير المواقف لمن يسيء الظن بنا، فمن يعرفنا جيدا يفهمنا جيدا. فالعين تكذب نفسها إن أحبت، والأذن تصدق الغير إن كرهت. ولو أساء الناس كلهم الظن فيك عش أنت واثق. يولد بني آدم في هذه الدنيا وهو قابض كفيه، حرص على الدنيا، ولما يموت باسطها ما نال منها شيء. عبارة والله خلتني أفكر، فأي شيء بيده قول الحمد لله، وأي شيء راح عنه قول الحمد لله. اللهم اجعلنا من الزاهدين.